بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله قطع الفراخ بالبصل وبهارات الفراخ. عندنا كيلو فراخ صدور ووراك بالعظم، هنقطعهم قطع متوسطة، وهنحط طاسة على نار عالية وهنحط فيها معلقة كبيرة سمنة او زيت، وبعد كده هنحط قطع الفراخ وهنحمرها كويس جدا من كل الجهات. وخلاص كده الفراخ اتحمرت معانا كويس من كل الجهات. بعد كده هنضيف على الفراخ بصلة كبيرة متقطعة صغير، وهنضيف عليها نص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود، وهنهدي النار شوية بحيث تبقى متوسطة، وهنضيف معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. والطريقة بتاعت بهارات الفراخ هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو، وهنقلب كويس. وبعد ما البصل يدبل خالص معانا هنضيف فصين ثوم مفرومين، وهنقلب كويس لحد ما ريحة الثوم تبدأ تظهر معانا. وبعد كده هنضيف عليها حوالي نص كوباية مية، وهنهدي النار على الآخر وهنغطيها. وبعد حوالي 10 دقايق بيكون الفراخ خلاص جاهزة معانا، وهنطفي عليها النار وهنرش عليها رشة بقدونس صغيرة. وخلاص كده هي خلصت معانا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.